صباح الخير، سعدنا نلتقي بكم النهارده عن المحاضره البديله لمحاضره يوم الاربعاء 18/3/2020. نتكلم في محاضره اليوم عن الفصل السادس والفصل السابع. الفصل السادس بنتناول فيه اداره محفظه الاستثمار. بدايه بنقول ان محفظه الاستثمار قدمها في الكويت في عام 1952. اي مستثمر عندما يرغب في الاستثمار في اي اصل، اسهم او سند، ورقه ماليه، مجال استثماري او مشروع استثماري، يحكم ثلاث عوامل: العائد الريتيرن والمخاطر الريسك وسلوكيات المستثمر اللي هي الانفستور بيهيفير. المستثمر في عندي ثلاث انواع من السلوكيات: مستثمر خارج المخاطر، هذا النوع من المستثمرين لا يميل للاستثمار في المشروعات او الاوراق الماليه ذات المخاطر العاليه حتى لو كان العائد منها عالي. يميل الاستثمار دائما في الاستثمارات منخفضه المخاطر، يطلب عائد اعلى في مقابل قدر ضئيل من المخاطر، يتنازل عن جزء من العائد في سبيل عدم تحمل المخاطر. المستثمر المحايد، هذا النوع من المستثمرين لا يعطى اي اعتبار او لا يكون بحساب المخاطر سواء كانت مخاطر عاليه او مخاطر منخفضه، يميل للاستثمار اللي حقق عائد مرتفع او عائد متوسط. المستثمر الثالث وهو المستثمر المبرر او الباحث عن المخاطر، هذا المستثمر بيميل للاستثمارات ذات المخاطر العاليه عندما يفضل ما بين اصلين او ما بين استثمارين او محفظتين لهما نفس العائد فيختار المحفظه ذات المخاطر العاليه. احنا خدنا مثال على كده وقلنا ان انا عندي لو عندي صناعه ملابس وهي اعلى مخاطر مقابل صناعه الادويه وهي ذات المخاطر الاقل، فلو ان هاتين الصناعتين متساويتين في العائد النهارده فصناعة الملابس في المستقبل ممكن ان هي تحقق عائد اعلى ولان المخاطر بتاعتها اعلى. طب اي نوع من المستثمرين هذا النوع من المستثمرين؟ المستثمر المغامر طمع في تعويض او في ان هو ياخذ مكاسب اعلى في المستقبل فبيستثمر امواله في صناعة الملابس. بعد كده بنيجي نتكلم على محفظة الاوراق المالية، فبنقول ان المحفظة يجب ان هي تكون منوعه تنويع جيدا حتى تحقق ان هي تكون افيشنت بورتفوليو. التنويع هنا له دور مهم جدا، ونقول التنويع يجب ان يكون تنويعا جيدا. محفظه الاستثمار ليست بالضروره ان تكون اسهم وسندات فقط، ممكن ان هي تحتوي على تشكيله متنوعه من الاستثمارات، واحنا قلنا ان عندي عدد لا نهائي من المحافظ ممكن المستثمر يمتلك اكثر من محفظه. ايضا ممكن يكون في عدد كبير جدا من المحافظ موجوده عندي بسبب تنوع المبالغ المستثمره في كل محفظه بسبب التشكيلات التي تحتويها المحفظه وانواعها، فاذا بالتالي انا عندي عدد لا محدود من المحافظ حتى لو كان عدد الاسهم محدود او حتى لو كان عدد المستثمرين ايضا في السوق محدود. العائد المتوقع للمحفظه في صفحه 233 للطريقه لحسابه اللي هي عندي طريقتين يعني لحساب العائد ولحساب المخاطر. الـ RM بالانجلش RM بتساوي W1 R1 زائد W2 R2 زائد WN RN حيث W هي المبلغ المستثمر في أصل من الأصول سواء كان أسهم أو سند، و R هو العائد على الأصل سواء ايضا واحد او اثنين او ثلاثه الى ان، و ار ام هو العائد المتوقع على المحفظه. مخاطر المحفظه يمكن حسابها بالانحراف المعياري، والانحراف المعياري بنرمز له بالرمز سيجما ام. فبنقول انا لو عندي محفظه مكونه من اصلين استثماريين واحد واثنين، فاذا في هذه الحاله سيجما ام هتساوي الجذر التربيعي لدبليو واحد تربيع سيجما 1 تربيع زائد W2 تربيع سيجما 2 تربيع زائد 2 W1 W2 سيجما 1 سيجما 2 R1 2. قلنا ان المقدار اللي هو 2 W1 W2 سيجما 1 سيجما 2 R1 2 ده بيكون صفر في حاله اذا كان معامل الارتباط ما بين الاصلين بيساوي صفر، وده اهم جدا ان يكون معامل الارتباط بصفر، لان في هذه الحاله ما بيكونش في ارتباط ما بين عوائد الاصول المكونه للمحفظه، في هذه الحاله هيكون المخاطر بتاعه المحفظه اقل ما يمكن. لما نيجي نشوف التغير، التغير هنا اللي هو المقدار
سيجما واحد سيجما اثنين واحد اثنين بنقول عليه ده التغير، والتغير ايضا بيعكس المخاطر زي ما احنا بنقول. فبالتالي لما نيجي نشوف ايضا في طريقه لحساب معامل الارتباط ازاي ان احنا نحسبه، فبنقول ار واحد اثنين بيساوي التغير مقسوما على سيجما واحد سيجما اثنين. ازاي احسب المخاطر وازاي احسب العائد؟ فبنقول انا عندي يعني في اتجاهين اثنين، الاتجاه الاول ان يكون عندك بيانات ماضيه، يكون في عندي داتا، هذه الداتا تكون تاريخيه اعتمادا على السلاسل الزمنيه، وانا ممكن ان انا اقسم السلسله الزمنيه الى مجموعه من السنوات، ممكن اذا كان عندي مده مقدارها 10 سنوات اعمل ان احنا نقسمها لمدتين 5 سنوات و5 سنوات طبعا عشان نستقبل التغيرات على الورقه الماليه بالنسبه للعائد وبالنسبه للمخاطر. طب افرض ما كانش عندي البيانات، فبنقول في هذه الحاله انا بعمل سيلف، فبنقول هذا السيلف طبعا تحاليل او اناليسيس، تحليل فني او تحليل اساسي، فنقول بنحدد فيه احتمالات حدوث الحاله الاقتصاديه المصاحبه لتداول الورقه الماليه وتحديد احتمالات الحدوث بناء على خبرة القائمين بالاستثمار والمحللين الماليين. طبعا هنا يعني ايضا تحديد احتمالات حدوث الحالة الاقتصادية وارتباطها او تأثيرها على التحليل الاساسي او التحليل الفني، يتم توقع عائد الورقة في كل حالة من الحالات. بعد كده اما تيجي نشوف اثر التنويع على مخاطر المحفظة، قلنا لما بيكون في ارتباط ما بين عوائد الأسهم المكونة للمحفظة ارتباط سلبي، طبعا هذه الحالة يتم التخلص من المخاطر كلية عن طريق ده. طب لو كان الارتباط كمية موجبة زي ما احنا قلنا، فهذه المخاطر في هذه الحالة فإن المخاطر طبعا بتكون أعلى ما يمكن، إذا المحفظة في هذه الحالة بتكون غير منوعة تنويعا جيدا. أيضا قلنا لو الآر بتساوي صفر، ايضا في هذه الحاله الكميه كلها بتساوي صفر، اذا المخاطر ايضا هتكون اقل ما يمكن. اما نشوف تعريفنا للمحفظه الفعاله وفقا للكلام اللي احنا بنقوله ده، فنقول المحفظه الفعاله تلك المحفظه التي تعطي اعلى عائد متوقع عند اي درجه من المخاطر، او تكون ذات درجه منخفضه من المخاطر عند اي عائد متوقع. عندي طبعا رسمه بتوضح الكلام ده. الرسمة دي طبعا في صفحة 255، فبنقول عندي في 3 أشكال وفقا لمعاملات الارتباط الموجبة والسالبة والصفرية. فنجد لما يكون عندي معامل ارتباط موجب، طبعا العلاقة زي ما احنا شايفين علاقة متزايدة بين العائد وبين المخاطر، لأن أنا عندي سيجما على المحور الأفقي وعندي آر على المحور الأخضر مدة العائد طبعا على المحور الرأسي، فنجد إن ألف ب هو الخط ده متزايد، بمعنى ان كل ما كان فيه عائد اعلى طبعا ده يصحب مخاطر ايه؟ مخاطر اعلى، فالعلاقه وفقا للعائد والمخاطر زي ما احنا شايفين علاقه تفضل. لكن لما نيجي نشوف كده بالنسبه لي لما يكون معامل ارتباط صفر او سالب واحد، هنجد ان فيه عندي خطين موجودين ب اي و الف اي. نلاحظ حاجة مهمة جدا، إن عند ألف إي كل المحافظ الواقع عليه محافظ غير فعالة، بينما الخط باء إي كل المحافظ الواقع عليه محافظ فعالة. لما نيجي نشوف لو أنا أخذت كده نقطة على باء إي ولتكن إي باللغة الإنجليزية، ونقطة على ألف إي ولتكن بي، والاثنين مناظرين لبعض، فلو خدنا خط عمودي ما بين A يربط ما بين A و B والمحور الأفقي اللي هو سيجما، هنجد إن A و B محفظتين متساويتين في المخاطر. طب لكن نلاحظ حاجة مهمة جدا، إن A أعلى عائد، يبقى إذا عندي نفس المستوى من المخاطر، نجد A أفضل من B لأنها تحقق عائد أعلى. في هذه الحالة فنقول إن A محفظة فعالة بالنسبة لي، أو محفظة أفضل بالنسبة لي وبالنسبة لي وهكذا بالنسبة لكل النقاط الواقعة على باب إي، نجد إن بنظرها نقاط أو محافظ أخرى على ألف إي محافظ غير فعال. بعد كده لما نيجي نشوف مشكلة اختيار المحفظة،
لكن انا عندي مجموعه زي ما احنا قلنا لا نهائيه من المحافظ ذات الاعواد والمخاطر المحفظه المخاطر المختلفه، فده بيحصل ان في مشكله في اختيار المحفظه المناسبه طبعا وفقا لتفضيلات المستثمر بالنسبه للعائد والمخاطر. تفضيلات المستثمر للمحفظه تختلف باختلاف سلوكياته، وده بينعكس على اختياره للمحفظه. في عندي ثلاث انواع زي ما احنا قلنا من المستثمرين، في مستثمر كارب المخاطر، مستثمر محايد، مستثمر باحث عن المخاطر. ومنحنيات السواء تعتبر تولز مهمة جدا، أو تعتبر أداة من أدوات الهامة جدا اللي هي بتساعد المستثمر على اختيار المحفظة المناسبة وفقا لتفضيلاته. في الحقيقة في افتراضات لي أو افتراضات مهمة جدا لمنحنيات السواء. فافتراض هام جدا إن كل منحنيات السواء أو كل النقاط الواقعة على منحنيات السواء بتديك نفس القيمة ونفس الرغبة. كذلك أيضا كلما انتقلت لمنحنى سواء أعلى، معنى كده إن أنت بيكون عندك إشباع أعلى وبيكون عندك قيمة أكبر ومنفعة أكبر. كل ما انتقلت إلى منحنى سواء أقل أيضا بيكون هناك قيمة أقل أو يعني رغبة أقل أيضا ومنفعة أقل. طب إذا يعني إزاي نطبق الكلام ده بالنسبة للمحافظ؟ تعال نشوف كده في صفحة 258. نجد على سبيل المثال عندي ثلاث منحنيات سواء سين واحد وسين اثنين وسين ثلاثة. أما نيجي نشوف النقاط الواقعة على سين اثنين، من المفترض اللي هي تديك بتحقق لك نفس الرغبة وتديك نفس الإشباع. فلو جيت مثلا لألف وهاء وباء، فالمفروض إن ألف وهاء وباء بتدينا نفس الرغبة ونفس الإشباع، تحقق نفس الإشباع، لكن أيهما يتم اختياره ده طبعا يتوقف على تفضيلات المستثمر زي ما هيتضح في المبلغ. إذا ألف وهاء وباء متساويين في الإشباع، لكن لما نيجي لجيم مثلا على منحنى سواء اعلى زي س 3 وهاء مناظره لها على المنحنى س 2 وولو على المنحنى س 1، نجد حاجه مهمه جدا ان هذه المحافظ ج وهاء وولو متساويه في المخاطر، لانها عند 14% مخاطر سيجما ب 14% ولكن مختلفين في العائد. اذا بالنسبه لنظريه المحفظه فاجد ان ج افضل من هاء وهاء افضل من واو وفقا لنظريه المحفظه، لان هذه المحافظ متساويه في المخاطر ولكن ج تحقق اعلى عائد من هاء وهاء تحقق اعلى عائد من واو. اذا كلما انتقلت الى منحنى سواء اعلى بجد ايضا ان الافتراض اللي بيقول ان منحنى سواء الاعلى بيديك اشباع افضل او بيديك قيمه اكبر وهو ما تحقق في بالنسبه لنظريه المحفظه، لان ج تعتبر محفظه فعاله افضل من هاء وهاء تعتبر افضل من واو، واذا الافتراض ده صحيح. بعد كده نيجي لصفحه 259، فايضا بنشوف ايضا بنراجع الافتراضين دول. فبنقول الافتراض الاول في خريطه السواء ان هو مستوى الاشباع المناسب هو اللي بيحرك المستثمر، والافتراض الثاني كراهيته للمخاطر. طيب بالنسبه لمستوى الاشباع المناسب وكراهيه المستثمر للمخاطر، هنطبق الكلام ده على الشكل اللي هو في صفحه 260. هنجد ان انا عندي ثلاث محافظ، طبعا زي ما احنا شايفين المحور الافقي دايما بيكون سيجما والمحور الراسي بيكون ريتيرن. فنجد نشوف او نجد س وص محفظتين، ايهما محفظه فعاله؟ نجد ان س محفظه فعاله بالنسبه لص، لان س وص متساويين في المخاطر ولكن س اعلاهم عائد بتحقق 8% وص 6%. اذا يعني المحفظه س هي محفظه فعاله. بعد كده ده الافتراض كده تحقق ان المستثمر طبعا بيبحث عن العائد الاعلى فبالتالي هيختار المحفظه س. فبعد كده اما نجد لام وس محفظتين متساويتين في العائد ولكن لام ذات مخاطر اعلى من س، طيب اي حد هيقول لي اذا هنختار س لان في تساوي في العائد، اذا
هنختار المخاطر الأقل، أقول لك لا، لأن ده يتوقف على سلوكيات المستثمر. فإذا كان هو مستثمر كارن المخاطر، إذا هياخد سي، فإذا بالتالي هيبحث عن المحفظة ذات المخاطر الأقل، فهيكون اختياره المحفظة سي. لكن لو المستثمر محايد أيضا لا يلقى بالا للمخاطر، فإذا بالتالي لا يقوم بحسابها، وبالتالي قد يختار لام أو سي، إحنا ما نعرفش الكلام. لكن بالنسبة للمستثمر الباحث عن المخاطر، فهقول لك إن هو هيختار لام، لأن لام أعلى مخاطر عند نفس المستوى من العائد. أما نيجي نشوف أيضا كراهية المستثمر للمخاطر في صفحة 262، نجد أن العلاقة طردية، علاقة دائما طردية بالنسبة للعائد والمخاطر في بالنسبة للمستثمر الكارد للمخاطر اللي احنا شايفين، قد تكون بشكل عالي أو بشكل معتدل أو بشكل ضعيف. المستثمر الباحث عن المخاطر نجد أن العلاقة عكسية كما هو واضح في الشكل صفحة 263. طب المستثمر المحايد نجد أن زي ما احنا شايفين المحايد معتدل نوعا ما، لأن هو يتوسط أو العلاقة الخاصة بالعائد والمخاطر تتوسط الحالتين، حالة كراهية المخاطر وحالة البحث عن المخاطر، فنجد أن العلاقة معتدلة كما هو واضح في صفحة 264. نستكمل محاضرتنا ونقول في الفصل السابع موضوع تسعير الأصول الرأسمالية. هذا الموضوع من المواضيع الهامة جدا أيضا والمرتبطة بالنوع الثاني من المخاطر، وهو المخاطر المنتظمة. كما سبق القول أن المخاطر المنتظمة هي مخاطر عامة، بينما المخاطر غير المنتظمة بنسميها مخاطر خاصة. وطبعا كنا عرضنا في محاضرات سابقة في جدول بيفصل أو بيفرق ما بين النوعين من المخاطر، فقلنا أن المخاطر الكلية total risk تنقسم إلى نوعين اثنين من المخاطر: المخاطر العامة المنتظمة اللي هي systematic risk، والمخاطر الخاصة بشركة معينة وهي unsystematic risk. قلنا أمثلة للمخاطر العامة، قلنا الحالة الاقتصادية، وقلنا مخاطر تغير سعر الفايدة، تغير سعر الصرف، ومخاطر التضخم. أيضا المخاطر الخاصة هناك قلنا الديفولت ريسك أو مخاطر الإفلاس، وأي مخاطر تخص شركة دون غيرها أيضا تعتبر مخاطر. سوء الإدارة على سبيل المثال تعتبر مخاطر خاصة بشركة دون أخرى. النظرية اللي هي بتدرس المخاطر اللي هي الكلية العامة، اللي هي نظرية نموذج تسعير الأصول الرأسمالية، واللي قدمها شارب، وده النموذج لها بالرمز الكابتل أو الكابتل أسيتس برايسنج موديل. والبورتفوليو ثيوري بتدرس المخاطر الخاصة، وأيضا اللي قدمها مالكويت في 52. بالنسبة للتنويع نجد أن المخاطر العامة لا نستطيع التخلص منها بالتنويع، لأنها تخص كل الشركات في وقت واحد، بينما المخاطر الخاصة تخص شركة معينة دون غيرها، إذا يمكن التخلص منها بالتنويع. بالنسبة لعلاقة المخاطر نجد أن المخاطر الكلية يطلب المستثمر مقابل أو تعويض لها، بينما المخاطر الخاصة بشركة معينة لا يمكن تعويض المستثمر مقابل لها، وبالتالي لا يطلب علاوة المخاطر. يعني ده يمكن يعني هذا الجدول بيفرق ما بين النوعين من المخاطر أيضا. وإذا الفصل السابع ده استكمالا لنظرية المحفظة، وزي ما احنا قلنا نموذج تسعير الأصول الرأسمالية من النماذج الهامة في الاقتصاد ككل، واللي لسه ما زالت حتى الآن يتم بحثها في الكثير من الدول ويتم تطبيقها، وما زالت الأبحاث أيضا مستمرة في هذا المجال. بعد كده لما نيجي نشوف كده أيضا في صفحة 272 زي ما احنا بنقول بيصنف المخاطر الكلية كما سبق القول لمخاطر غير منتظمة ومخاطر منتظمة. أيضا بنيجي نشوف في صفحة 274 عندي إزاي يحسب معدل العائد المطلوب اللي احنا بنقول عليه. فبنقول الـ RI معادلة بالإنجلش، الـ RI هتساوي طبعا الـ R capital
يعني بتكون اسفل الار ار اي بتساوي ار اف اللي هو معدل العائد على الاصل الخالي من المخاطر اللي بنسميها اسيد اسيد ويز افيرس. طبعا قلنا العائد على الاصل الخالي من المخاطر اللي هو السندات الحكوميه ورجول الخزانه لانها مضمونه من قبل البنوك. اذا ار اي هتساوي ار اف زائد بيتا ار نفتح قوس ار ام ناقص ار اف. يبقى اذا بيتا اللي هي المخاطر مضروبه في الار ام اللي هو العائد على محفظه السوق ناقص الار اف اللي هو العائد على الاصل الخالي من المخاطر. ار اي في هذه الحاله بتساوي معدل العائد المطلوب والمقدار اللي هو بيتا ار مضروب في ار ام ناقص ار اف ده اللي هو مع علاوه المخاطر اللي احنا بنتكلم عنها. ايضا معامل بيتا ليه طريقه في حسابه ان معامل بيتا بيساوي التغير على الايه على تباين السوق اللي هو سيجما تربيع ام ده في صفحه 275 التغير ما بين الاصل اللي هو المطلوب او المطلوب العائد عليه وما بين العائد على او ما بين محفظه السوق. ففي هذه الحاله كوفاريانس اي فاصلة ام على سيجما تربيع ام. يبقى تباين عوائد الاصل مع عوائد السوق على تباين عوائد السوق. طبعا في تمرين هام جدا على ازاي ان احنا نحسب طريقه تسعير الاصول الراسماليه وفقا للبيانات الماضيه في صفحه 277 وفقا طبعا لمجموعه من الخطوات ان انا احدد متوسط عائد السهم. لو انا عندي عائد سهم الف او في مثال ايضا بيدينا السهم الف وعندي مجموعه من العوائد المختلفه وعندي معدلات عوائد السوق ايضا خلال سنه خمس سنوات او سلسله زي ما طبعا زي ما قلنا خمس سنوات. فعندي مجموعه من الخطوات ان انا احسب اولا متوسط عائد السهم الف وبعد كده احسب متوسط عائد السوق وتباين السوق ثم اقوم في الخطوه الثالثه بتحديد التغير ما بين عوائد السهم وعوائد السوق والخطوه الرابعه اقوم بحساب تحديد معامل بيتا ايضا وفقا للمعادله اللي سبق ان احنا اشرنا اليها وفي النهايه بنقوم بحساب معدل العائد المطلوب بنطبق تطبيق مباشر في القانون اللي احنا سبق ان احنا ذكرناه. ايضا تاثير مقدار او معامل بيتا على معدل العائد المطلوب عندي في ثلاث حالات ايضا مهمين جدا. حاله ان بيتا اكبر من واحد وبيتا اقل من واحد وبيتا صفر وايضا بيتا بتساوي اقل من واحد. ففي هذه الحاله ايضا بقوم بحساب بيتا من البيانات المحاسبيه اللي هو مديها لي وبطبق تطبيقات مباشره في القانون الخاص بمعدل العائد المطلوب. الى هنا واحنا انتهينا من الفصل السابع نستكمل في محاضرات قادمه.